اهلا ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله مع بعضنا خبز العيد، ما دام العيد الكبير على الابواب ان شاء الله ربي ما يزيد علينا كان الخير ويرزقنا حج ان شاء الله يا ربي العام القادم ولا اللي بعده ولا اللي بعده، ان شاء الله ربي يطول في انفاسنا ويرزقنا ويرزقكم ان شاء الله الحج. هوني باش نعمل الخبز المبسس، خبز العيد اللي فيه شطر فرينه وشطر سميد، وفما شكون يعملوا سميد صافي. هوني عندي 450 غرام سميد، 450 غرام فرينه، 100 مللتر زيت زيتونه، 100 ملي زيت زيتونه وبيضه، رشه ملح والفحات، وباش نخلطوا بالحليب والماء، وهوني الخميره الفوريه بالطبيعه عندنا والسكر والملح وكل شيء. نبداو اول حاجه قبل كل شيء نعملوا حاجه الشيحه اللي هو الملح، تقريبا ملعقه كبيره هكايا ملح، نزيد شويه، تقريبا ملعقة كبيرة ملح وملعقة كبيرة سكر. عندي خميرة حلويات تعملي كما المحسن الغذائي، خميرة حلويات اختيارية راهي ماهيش لازمة، ونخلطهم مع بعضهم بسم الله. إذا تشريوهم صبا ماذا بيكم تغربلوهم. هوني كما تراه ولا باش نعملو في عجينة، لا حتى شي ميسحقش عجنين راه. توا باش نبسو بالزيت، 100 ملي زيت نبسس بالزيت بسم الله. بسم الله تبسس بالزيت، نجي لهنا نعمل حفرة ونحط فيها البيضة، باش نحط فيه البيضة هكا. الخبز المبسس نتاعنا نعملوه بالبيض، نجي نحط البيضة هكايا، نحط عليها الحليب بسم الله هكا، ونجي نحط تقريبا ملعقة كبيرة خميرة فورية. خميرة فورية ونخلطها مع الحليب هكا، حطينا الحليب الكل. الحليب ما عطيتكمش الكميه بالضبط، تقريبا 200 ملي لتر، اما من بعد كان ناقص باش نزيد الماء. طبعا ناخذ ماء دافي، ونحط طوا لفحات ونعجن فردا مرة. هوني عندي حبة البركة، الكمية اللي تحبوا عليها، حط لفحات الخبز، عندي الجلجلين والبسباس، وعندي زراعة الكتان، حط بالقدي زراعة الكتان. وطوا نبدأ حطهم في بعضهم، هاو نهبطها هوني، كمية كبيرة ما نجمش نلمها بالقدا، ونضمن المكونات كلها تلمت كل مع بعض. نولي نحطها هكا بسم الله ها هكا، توا تأكدت اللي المكونات كلها تجانست معايا، نجيب الزيت زيتونة وناخذ الطبق اللي باش نحط فيه الخبزة المبسة بسم الله. ما عنديش طبق مدور انا كبير، عندي كان طبق هنا مربع، اما هي تجي في طبق مدور. هكا نجي ناخذها هكا، نزيدو نلفوها بالزيت
في النواحي كلها. هوني مازلت مخدومة، ذاك علاش ترجع معايا. توا بعد ما خبت نجي نعمل عليها هاك الأشكال بتاع الكلبراج هكا هكا. هلا نطلع ناكل شوية سميد حطو، وإلا أحرش ولا متوسط ورش عليهم. هكا هو نحطها على الفرن. وهذا الخبز نتاعنا مازلنا كي خرجناه من الكوشة. نحطولكم في حاجة نزيد سخون لمحل نقصو منه شوية. بسم الله. هو خبزنا مبسس. نورمالمون نقصوه كان كيبرد تماما، سينو يبدا هكا يظهر كي معجن شوي. خليوه يزيد يبرد ونكمل نقص نوريكم كيفاش عن ولا الخبز. هو بعد نزيد سخون لمحارة. أما هذا هو الخبز المبسس. علاش يقولوا خبز مبسس؟ خاطر نعملوه بالعظم ونبسسوه بالزيت، يجي يتقرمش من برا، يتاكل حتى وحده هكاكا، ما يستحقش تعدي بحاجة. بسم الله منين يهبل ما شاء الله. بسم الله. هاهو تفرجوه ولا تخليوه هكيك، يرجع لكم ليكم انتوما. نخرجوا هكا باش ما يعرقش، ديجا قد ما يتبل من اللوطه كان تراه يعرق يقول لي مبلول، معناها مش بنين، مش بنين قرمش من برا. هنا c'est la suite.